الأفضل الآن فيرديناند محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي منفردا الموسم الحالي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. صلاح أداء ساحرا في المباراة، حيث صنع الهدف الأول لساديو ماني وسجل الهدف الثاني بعد مراوغته كل من قابله. وعقب مباراة تحدث صلاح لسكاي سبورتس عن هدفه المميز وقال: سأشاهد الهدف مرة أخرى، ولكن أعتقد أنه هدف جيد وكان يمكن أن يصبح أكثر تميزا إذا فزنا بالمباراة، لكن هذه هي النتيجة. وصرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائلا: إن أفضل لاعبي العالم فقط هم يسجلون تلك الأهداف، كان من أول لمسة، إنه هدف استثنائي وستظل تتحدث عنه الناس لأكثر من 50 عاما. وأضاف: إذا أحرز ميسي أو رونالدو مثل هذا الهدف ستقول الجماهير هذا بسبب لأنهم لاعبون عالميون. يجب أن نعترف صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم. وتغنت الصحف العالمية بأداء صلاح المبهر بالأمس وكتب